كنت بيت ليله لهنا تدخلها بدات امك في الشقه تهني بيت ليله برك. شوف انت كيفاش انا نرخد انا ونفسها بيت غاطي في امهما وين بيسيتش نخ كيك تصبر لو جاي علمتني نصبر مزيري علمتني نصبر وليدي نحب خالي وليدي نصر ماني شوش في التمرميد كيف عشتين ماني شوش في الهنة اللي عشت فيها علاش تزوجني ما يعيشش انت كي تجيك بنتك تقولك ماما شي هي كعبه ملفي ولا شيء كعبة كتو انت ما تشمش تشري شنو يكون شكون شنو يكون احساسك تتوجع اكي لم في الدبابز ولم في الخبز باش نبيعهم باش نشري دوما الصغار يشتهيو انت تشتهي زاد ما عادش نشتهي خاطر كي يشتهوا هما وانا ما نجمش نوفر ما نسيش هاكا نشري لهم ونفرقهم معاهم شويه لا عندي غاز لا عندي علاش طيب طيب على حطبها هاكا ما عنديش غاز ما عندي حتى شيء كسر عويد باش نطيب به وليدي عايشين على ياغورت بالكامل ما ندوش لهمش جوست يخطف البحر وتعالى هذيك الطفله الصغيره نشللها شويه بالدبوزه باش ما تطيبليش هذيك ما ندوش ليها الشهر انا هي اللي نحس بالوجيع يعني أكثر همي أكثر همي صغاري أكثر همي صغاري في العيد بنتي هبلت على العلوش مهزها جاري مع وليته احنا للمرة الثانية صدفة تجمعنا بناس ساكنين على البحر للأسف على خاطر ما عندهمش الديار أو خرجهم الملاك كما أنت توا هاجر قولي علاش جيت سكنت ساعة في البحر لهنا جيت سكنت في البحر أنا راجلي عامل جلطة عندي كارني لابيض ناخذ في 200,000 كل شهر إي والمولى الدار زادني في الكري وليت 250 الشهر اللي فات يعني خلصت الكري الشهر هذايا ما عنديش بحكم هو عامل جلطه عامل رابور بنتي الصغيره هذيك ازمه تجيك في رمضان خدت بها جمعتين في السبيطار في باب سعدون والشهر الداخل عندها كنترول في باب سعدون زايده كين وعائلتي عاونوا فيا عائلتي توا ما عادش حتى حد يحب يعاون ظروفهم خايبه كما الناس الكل توا مولا الدار يحب على دارو قالك تخرج تخلو لي داري صدقني شو لحمي ايه بالبحر لحمي كل هذاك نعرفش لحمي كله كي ما كذبش عليك يعني انا ما لقيت حتى حل ما لقيت بالحق يعني واقفة هو مريض ذيك ازمتك بالفشفشات عندي اوراق وعندي كل شيء كل شيء كل شيء ديجا وشهر الداخل نهار 7 عندها كنترول في باب سعدو هذيك لا كيف كيف قد ايه عندك من صغار من صغير عندي زوز زوز بنات عام ونص وهذيك 5 سنين هاجر اختي تو حتى باش يتفرجوا فيك باش يقول لك كيفاش تسكن بصغارك وبناتك في العمر هذايا على البحر على اساس راجلي يعني يلزم على الاقل امه يخدم هو باش انا نجم نعيش قلت عنده جلد هي على الاقل يكري اعطوني شويه رخصه ولا حاجه يكري بها باراسوليت شنو نعملين يعني وين باش نمشي انا بيه شمشي دارنا مرت خويا فيه تسكن في زوز بيوت شكون باش يقبلك يجعلهم يكفيو رواحهم معناها اي شنو باش نحكي لك انت ما تخدمش والله كي نخدم مش ما نخدمش اما هذيك ازماتي بالفشفشه تهزيت على الروضه على اساس باش ندبر خدمه ونخدم سكر على نفس المروضه قالت لي ما نشدهالكش قالت لي انا خاف بنتك في العمر هذاك ما نشدهالكش قد عمرها عام ونص وعندي كل شيء راه مانيش نحكي يعني اوراقها ودنيتها وكل شيء عندي قلت كانت ديجا رقدت في رمضان رقدت لي 7 ايام في باب سعدون انتوما ظروفكم خايبه هاك يعني انت كان جات واحد ظروفه بيها باش يجي يقعد في الشط قد ايه عندكم هوني انا اليوم عندي 5 ايام ملي خرجت ملي خرجت كيفاش عديتوا العيد ساعه
كنيس هكيك. شريتو؟ لا ما شريتش علوش. باش نشري علوش؟ لا شريت الحملة علوش، باش نشري ب 200 ألف اللي عطولي فيها؟ 220 240 زدني كرر الملك زدني في الكري 250 قالك زيدي يعني يا تزدوني في تعطوني 250 يا تخرج توا انا متقي عليه وجهي ودبش قعد محصور غادي تليفوني طايح من الشارج كان حل تليفون تقال مرة طلبتني برشا مرات يعني لو ويلي من دبشي يخلع ويخرج لي دبشي وما يعمل هيش فهمتني ما نتصورش باش يعملها اما قداش باش نقعد مسكره تليفوني وقاعده هنا لا عندي غاز لا عندي علاش طيب طيب على حطبها ما عنديش غاز ما عندي حتى شيء كسر عويد باش نطيب به وليدي عايشين على ياغورت والكيك انت كنت تسال بنتي ديك تتحكي لك اسالها قولها اسلم قالت هي اسلم شنو عمل لنا مولا الدار مسيلش صغيره هي اما قولي انت وظروف هذيك كيفاش متحملتها بالوجيع علاش بكيت يا هش بالصبر ما تبكيش ربي كريم هي بنتي الحمد لله ايامات تعدي هو انا مشكلتي على قلبي سقاط هو يخدم ما حشيش يعني احكي لي الولاد حلق الواد ياخذوا رخص علاش ياخذ البحر للناس الكل يعني هو بحر مجعول للناس الكل باش تلقط فيه خبز علاش واحد عنده وربي يزيده ويعني ما يخدم وعبد ما يخدم يعني زوالي ما يخدمش ما يعيشش في البلاد هذيا تجي خشني على خمسه ولا سته كعبات باراسولات تيعجلهمش مصروف ولادو تجي انت مثلا تحط كعبتين ولا تذا باراسول يجي الحاكم ينحيهم لك ويهزهم زعما كان واحد جاي عنده باش يجيب صغار ويجي ملاوح لهنا يعرفوني وانا ديجا كل عام انا موجوده لهنا كل عام في الصيف تصير لي نفس المواضيع هي بيدها كل عام نفس المواضيع هي بيد ما عندي ما جيت حتى كان علي يخدم يلقط خبزة كان الناس الكل لما منيش المنتفية انتي اما ميسيلش ما تعطينيش يا اخويا اما اعطيني بلايصة نحط فيها يسقطوها واحد يخدم ويدخل فرنك حتى كي باش نزيد انا المولى الدار الكري عندي من غير كاني قابض 240 الف شنو تخلصي به تخلصي الكري وتقعدي انت للشر زوج صغار هذيك بالفشفشات باللاباري وحدها ب 120 الف منين تجيك الفلوس؟ شكون يعطيك؟ والله هاني قلت لك اخواتي عندي جاري يرحم ولديك وديها هو اللي شري لي لاباري نتاع بنتي نتاع الفشفش هذيك اللي تتحط على الاكسجين المراه هذيك اللي كانت توا اللي عيطت لي قالت لي هجر كلمهم هذيك زاد ساعه ساعه مشينا ننقذ لها دارها تمد لك 20 30 توا والله هي جبت لي لينا الفطور وجبت لوليدي كيك ولي غرض هاجر البحر يبرد في الليل مش يبرد يجمد انت كنت بيت ليله لهنا تدخلها بدات ما كيفاش يقعدوا هنا بيت ليله برك شوف انت كيفاش انا نرخد انا وثلاثة صغار هربه من وجه الملك كيفاش تقاوموا البرد هذا قبل الليل هاني قلت لك بيت نغطي في امهما وين بيسيتش نقعد كيك تصبر الوجاية علمتني نصبر المزيرية علمتني نصبر وليدي حب خاري وليدي حب وصل ما يشوش في التمرمي كيف ما عشتين ما يشوش في الهنا اللي عشت فيها علاش الزوالي ما يعيشش ولبس عليه عنده وربي يزيده ما يعني نشكر المرجد الحق بتاع يزور يرحم ولدك ولديه بالحق عملت معايا نوجه لهم تحية الكل بتاع يزور بنتي مرضت لي دويت وكل شيء من عندهم هو عطتني الفلوس وشريت الدواء لبناتي يعني نوجه لهم تحية كبيرة برشا عملوا معايا كل شو تتمنى هجر؟ ما عندي دار مش حتى واحد ما يجي يقول لي اخرج من داري حتى واحد دار كبيره ولا صغيره يا بنتي حتى زوز بيوتك وجينا طواليت شي حتى تكاو تتمنى في سقف معناه هذيك هو ما حاش حتى بشيء اخر
خاطر بناتي دوك بوهم مريض. انا جينا قريب 45 سنة مش مازال في العمر، اقل دار تسترهم بنات. خايفة على بناتك؟ بالطبيعة خاف عليهم، هذوكم هما كل شيء في حياتي، انا نوكلهم هما وانا وبوهم نقعدوا كيك. تويتي تبدو بلاش؟ نويت بعد الحقيقة هجرة؟ لا مش وعدي بيت بلاش، حتى قلت خبز وطرف عظم يعني سني بيت متعاش. ما خاطر تو يقول لك في 2024 العبيد ما تبتش بلاش. الكريدي خليك ما تبتش بلاش. انا كان هزك لوين نسكن وشو تسال العطار اني نكرجي من عندهم تشوف شنو يقولوا لك. ومستعده نهزك. لهنا منين تكرجي في البحر؟ لا ما نكرجيش. صحاب الخير. لا مثلا صاحب راجلي يجيب صاحبه الاخر زاد كيف كيف، انا عندي تفيتي فقاعده نصرف فيها زيد خي، انا جاي لاني باش نعمل على العبيد. اما البحر هذا لهنا نجم البنيه البلازماتيك معناها يزيد يقلقها ولا؟ حتى الحمد لله هاي لاباس، عندها كنترول الشهر الداخل هذا نهار 7 باش نرجعها كنترول. وما نعرفش عاد يكملوا لها الفشفشات ينحوهم لا ما نعرفش. قدمت في المسكن الاجتماعي؟ قدمت ورفضوهولي. عليه؟ ما نعرفش بتاع هذاك بتاع البلديه بتاع بلديه تونس، وعندي زاد الوثائق عندي كل شيء، رفضوهولي. قلت لهم خلص يعني قصت رفضوهولي ما نعرفش علاش. علاش رفضوهولي؟ ما نعرفش، عندي المطلب اللي صبيته والاوراق نتاع راجلي وكل شيء رفضوهولي. ما تستحقش؟ لا ما تستحقش. يمكن في نظرهم هما انا ما نستحقش. ما قالوا لكش شنو السبب؟ ما قالوا لي حتى شيء، بعثوا لي جواب من سنتمبر، مشيت للبوسطه جبته قالوا لي، قريت الجواب الوحده اللي رجعوه لي ديك قال لي لي راهو راك لابس عليك. لا ما قالوا لي شيء، قالوا لي راهو عندك دار. لا قالوا لي ترفض. ماكش في بالهم عندك دار اخرى؟ ما نعرفش خايتش. انا عندي مش عندك ارض. كساب من الابيض كان سنيه خايتي، انا ما عندي لا دار. يعني الناس اللي تستحق ما تاخوش. بالرغم يعني هذوك من الديار تاع باب السويقه نتاع البلديه يعني تخلصي قسط، قلت انا هاكا نسكن ونخلص اعتبارها كيريه. ورفضوه وعندي كل شيء، راني نحكي معاك عندي وثائق كل شيء موجود في الدار. شو تحب تقول المسؤولين يتفرجوا فيك؟ انا نقول لهم نتمنى عندي دار تلمني انا وصغيراتي. أكاها وك الراجل هذاك هانوا عايشين لاتي ما يخلف ذلك. أكثر حاجة غايظتك شنو؟ برشا حاجات غايبين معاهم. ابتسامة ذي متاع برشا وجيعة. برشا حاجة ساعات تتمنى برشا حاجات وما تلقى حاجة. انت كي تجيك بنتك تقولك ماما شي هي كعبة ملفي ولا شي هي كعبة كتو، انت متنجمش تشريه. شنو يكون احساسك من ذلك؟ توجع اكيد. نلم في الدبابز ونلم في الخبز باش نبيعهم باش نشريلهم. ونحكي لك راني يعني كل شيء صحيح، تمشي وين كيريا وتسال قول لهم هاجر تو وحدهم يحكوا لك. هذوما الصغار يشتهيو، انت تشتهي زاد؟ ما عادش نشتهي خاطر كي يشتهوا هما وانا ما نجمش نوفر هذاك. ما نسيش هاكا نشري لهم ونذوق معاهم شويه. هكا عن عبيد تعيش في 2024 فما عبيد اكثر مني انا تعيش هكا، راه مش كان انا راه فما عبيد اكثر مني انا زاد تعيش هكا. قلبك على عبيد انت زاد رغم ظروفك الصعيبه معناها. فما برشا عبيد يعيشوا. علاش ما خديتش دواء لبطنك؟ ما عنديش الحقيقه، انا بنتي في لها الكوش خام في باكو كوش لبنتي ب 30,000. باش تشري كعبه ب 800 فرنك كعبتين ب 3000 ويش تولي تفضل انك تشري باكو خير من تشري كعبتين ب 16,100. تستغنى على صحتك مقابل بنتك، مقابل تكون بنتك لاباس؟ باش نستغنى على صحتي، اما ما عنديش حتى حل اخر. ما عنديش تلقى دار بسوم مرفق تمشي تسكن فيها؟ مشي نسكن فيها. قد ايه تساعدك؟ زون 200,000 يعني الكرني الابيض يعطف في 240 على الاقل. ماكل 40 هذوك مهانهم يزيدوا من الصغار ولا الميتين كيريا بي. في أي بلاصة تسكن؟ في أي بلاصة نسكن؟ ما عنديش حتى حل. أما نتمنى عندي دار، نتمنى من ربي حتى زوز بيوت. شوف بنتي وريقتك.
تو هما لهنا في البحر كيفاش دوش لهم؟ ما ندوش لهمش، جوست يخطف في البحر وكها. هذيك الطفله الصغيره نشللها شويه بالدبوزه باش ما تجيبليش، هذيك ما ندوش ليها الشم. مال حكم مام برشا عليه. هاني انا توا قلت غدوه نروح نزيد نمشي لمول الدار نقول اخزر اولادي كيفاش تعبوا، خليني ب 200. انا عندي 4 سنين في هالدار، يعني خليني ب 200 يا اخي. ال 40,000 كي تحسن الامور تنزيدهم لك، يعني مش حاجه كبيره. كان هداه ربي هداه، ما هداش ربي نولي ما عندي حتى حل اخر، نولي نعاود نزيد نرجع تعاود ترجع تعاود تقعد لهنا حتى اللي يجي شتاء يعمل ربي الدليل. انا نتمنى من عند ربي، نتمنى من رئيس البلديه نتاع حلق الويد اكبر مزيه تعملها عليا وترحم على والدي، تخلي راجلي يخدم باش نجم نقاوم ولادي في الشتاء. توا الصيف عادي، اما في الشتاء ما نجمش. على الاقل يعني تخليه يخدم، ما عندناش رخصه صحيح، اما تخليه يلقط خيهوش باش ينصب 5 ولا 6 باراسوليت حكافير. اما بالنسبه لكم مش حكافير، يعاونوا نصرف انا 10,000 ولا 15,000 وخبي الاخرين، على الاقل في الشتاء نلقى باش نقاوم صغاري ومع الكارني مع هيدا تقاوم بعض. تحب الناس تعاونك؟ يحب يرحم والدي واللي ما مش عيب هاجر، الناس كل تنجم تمر بالظروف هذه مش عيب. عمري بو ساعات الكلام يهرب، ساعات الكلام يهرب نجمش نحكي، خاطر الانسان كان يعيش في وضع ويلقى روحه في وضع. اللي بديت تحكي معايا ما بطلتش لبكي، علاش؟ دموع هابطة واحدة مش أنا نبكي، الوجيع قاعدة تهبط في الدموع مش أنا نبكي، دموع هابطة واحدة على خاطر اللي قلت لك. دموع ترجم حجم الوجيع اللي تحس به؟ أكيد أي أنا نحس في وجيع ماما، يعني أكثر همي أكثر همي صغاري، أكثر همي صغاري، ما عنديش ما أنا أنت صغير. قلت لك المرة اللي فاتت كي مرضولي نشكر ونعاود نشكر المرجى نتاع تاعهم يعني نتاع سيدي حسين نتاع حي زهور، يعني عملت معايا ودزت معايا بصفة غريبة. دبي وليدي طلع 70,000، مدت لي الفلوس قالت لي مشيت عمرت لها الورقة وكل شيء وعطتني الفلوس باش شريت الدواء لوليدي. تقول لي يجي تسحق حاجة ولا يجي، أما إذا ما تيبش نقعد ديما ندز الباب ونجيك تسمع إنسان يعني يحشم. في العيد بنتي هبلت على العلوش ما هزها جاري مع ولاده. أكثر موقف صار قدامك من أولادك حاجة صعبة؟ مرضت لي، رخدت لي في السبيطار وانا في رمضان وانا مع يعني خفت عليها برشا، خاطر تصور انت وصلوا دخلوا لها، كان جاي تليفوني محلول راني وريتك يعني تصورها نتاع السبيطار، دخلوا لها الدواء في العرق يعني وتوجعت. وانا هذيك طفله هي بيتها اللي بحضينا توا، هذيك الصغيره عام ونص اي اللي انت ساكنه بها على البحر اي اسراء، رغم الظروف استحيل تعدت بها الكل وجبتها للبحر. نهار 7 في الشهر الداخل عندها رونديفو في باب سعدو. مش اختار عليها هذا؟ اختار وين باش نمشي؟ قل لي انت وين باش نمشي؟ مشي لدار خويا لدارنا يعني دار بابا، فيها زوج بيوتك وجينا وتواليت ساكن فيها بخويا، مش ماشي ليله ليلتين تتعد وخويا عنده صغار وانا عندي صغار، وباش يبداو يتشكلوا باش تخلي راجلك وصغارك وحده، يجي الحاكم باش يلقاه وحده باش يقول لك هذا عامل قيتون وقاعد لهنا باز يعمل في الفساد يعمل في حكايه، عاد ما خير نقعد معاه انت ما خير نقعد بحذاه ولا نمشي ونخليه. شو تحب تقول في الاخر؟ ما عندي ما نقول، قولهم يحسوا بالوجيعة اللي انا فيها وكل دمعة تحكي حكي، ما عندي ما نحكي، كل دمعة تحكي حكي.